إذا فعلا هذه أهم الإرشادات اللي لابد أن الكل يتبعها، ودائما في كل الظروف تضع المرأة الكويتية بصمتها وتبحث وتجتهد عشان تحدث فرق واضح تساهم في تقليل الضرر. واليوم ضيفتنا استخدمت الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات لتحليل البيانات ودراسة كورونا. فعلا أسماء، وراح نتكلم أكثر عن هذه المبادرة اللي قدمتها ضيفتنا في الاستديو الأستاذة سندس الفارسي، مبادرة كورونا إنسايت باستخدام الذكاء الاصطناعي والعلوم. حياك الله معنا ونورتنا في شاي الضحى. الله يحييكم. في البداية ودنا نتكلم أكثر عن مبادرة كورونا إنسايت، شنو هي بالضبط؟ ودنا نعرف أكثر ونعرف أيضا كل اللي قاعد يتابعونا من خلال شاشة تلفزيون الكويت. تمام، أول شيء حابة أشكركم على هذه الاستضافة. الله يحييك. ثاني شغلة بالنسبة حق مبادرة كورونا إنسايت، هي خلينا نقول بلغة بسيطة هي عبارة عن حركة شبابية كويتية لاستثمار علم البيانات والذكاء الاصطناعي لحل مشكلة فيروس كورونا، بحيث أنه يعطينا إنسايت، يعني رؤية على الموضوع اللي قاعد يصير. وهذا العلم موجود من زمان يعني، وأغلب الدول قاعد تستخدمه على أساس أنها تحل مشاكل ما لها حلول، أو العلم اللي يكون بروحه، العلم الواحد ما يقدر أنه يحل هذا النوع من المشاكل. علم البيانات مثل ما ذكرت لك هو يعتمد بالنهاية على البيانات ومدى رؤية الشخص نفسه حق هذه البيانات. نعم. علشان كذي الكورونا إنسايت هو عبارة عن تجمع عقول شبابية كويتية نابغة في مختلف المجالات، مجال الطب، مجال الهندسة، مجال البرمجة. فهذه المجالات لما تتجمع وتحلل البيانات راح تعطيني رؤية عن الواقع اللي قاعد يصير. نعم. طبعا احنا نفتخر في شباب الكويت في كل المجالات وهم يقومون في مثل هذه المبادرات. انا ودي اسال يعني بشيء وايد مهم، يعني من اول ما بدا انتشار فيروس كورونا بالصين، طبعا كان بالفتره الماضيه، لكن هني بالكويت في هذه المبادره متى بديتوا فيها؟ متى اجتمعتوا وقمتوا خلينا نقول تبحثون في هذا الموضوع؟ طبعا اكيد تحتاجون ارقام وكثير من الامور. صحيح. فكرة كورونا إنسايت بدأت تقريبا قبل شهرين، قبل لا ينتشر الكورونا بالكويت. بديتوها أنتم كفريق شباب كويتي؟ كفريق شباب كويتي. نعم. بحيث أن احنا ناخذ هذه البيانات ونحللها، وفعلا وصلنا حق أمور وشفنا إنسايت. كل دكتور وكل مهندس له وجهة نظر في هذه البيانات. نعم. البيانات طبعا احنا ماخذينها من منظمة الصحة العالمية كمصدر موثوق، لأن في وايد مصادر حق البيانات. طبعا صحيح. لكن احنا شفنا أن منظمة الصحة ممكن بياناتها تعتبر بيانات موثوقة. فلما نطلع البحث او الريسيرش اللي راح نطلعه راح يكون على الاقل مبني على بيانات موثوقه. فمثل ما قلت لك احنا بدينا قبل لا ينتشر بالكويت، اول ما اعلنا رسمي بالقنوات التلفزيونيه وبالاعلام كان انتشر بالكويت. يعني ايه، فحسينا انه صار هذا الوقت اللي فعلا تطلع هذه البحوث والدراسات. نعم. بحيث ان نقدر فعلا ان نخدم ونوصل حق امور. نعم. ودي اعرف اكثر استاذه سندس، يعني شنو هو الهدف من وراء هذه المبادرة وتجميع هذه البيانات اللي تكون من مصدرها الموثوق؟ تمام. أول شيء علم البيانات وعلم الذكاء الاصطناعي ثبت جدارته أنه حل واحدة من الفيروسات من قبل، فهذا العلم أساساً يستخدم لحل النوع من المشاكل هذه. فخلنا نقول أن لو أنا مثلاً استخدمته عندي بالكويت هني، شنو السبب الرئيسي أقول لك عشان اللي احنا بدينا فيها المبادرة؟ نعم. بالعادة الغالب قاعدين يحاولون يسيطرون على الوضع، وهذا الشيء لا مفر منه وشيء نحتاجه، لكن لازم تطلع من عندنا معلومة ودراسة تكون مبنية على رؤيتنا على بيئة الكويت بناء على بيانات الكويت من داخل دولة الكويت، من داخل دولة الكويت. نعم. ومن عقلية كويتية. نعم. فحلو ان احنا نشارك هذه المعلومات حق دول برا، مو بس نسمع من برا. صح. فهذه كانت اساس بدايه كورونا إنسايت. نعم. طبعا احنا اكيد ما نغفل الدور الكبير اللي تقوم فيه الدوله، والشباب الكويتيين ما قصروا بهذه الفتره، والكل ملاحظ اصلا دور كبير من الشباب سواء من الفرق التطوعيه او حتى من خلال المبادرات اللي قاعدين يقومون فيها، ومثلكم نفتخر فيهم امانه، لان فعلا يعني كمجهود كبير تقومون فيه تستاهلون دائما الدعم والتشجيع، واحنا من الناس اللي نشجعكم، لان فعلا مثل ما ذكرتي لابد تكون عندنا احنا ارقامنا واحصائياتنا كدولة دولة الكويت، ومثلكم أكيد عندكم خبرة كبيرة لأن كفريق متجمعين أكثر من تخصص. أنا ودي أتكلم في ظل الظروف اللي احنا نمر فيها في فيروس كورونا، مدى
فعالية هذه المبادرة، وش كثر إحنا ممكن فعلا إذا طبقت داخل الكويت ويستفاد منها داخل الكويت تحديدا؟ هذه المبادرة مرت بأكثر من بلان، بلان A و B و C، يعني A و B انلغوا بسبب الظروف اللي مرت فيها الكويت وعدم التجمع، سياسة عدم التجمع وهذه الأمور. نعم. فحولنا كل شيء أونلاين، إحنا أوردي عندنا موقع، الموقع أوردي راح ننشر إن شاء الله فيه الدراسات، وراح نعرض الفيديو راح يوضح دراسة كل دكتور. نعم. وكل مبرمج وكل محلل بيانات عن هذا الموضوع. نعم. فبهذه الطريقة قدرنا أن إحنا نواكب الموضوع ونقدر ننشر الدراسة، لأن إحنا تكنولوجيين بالنهاية. صحيح. فإذا ما استخدمنا التكنولوجيا بطريقتنا، يعني على قولتهم ليش إحنا عيل تكنولوجيين؟ نعم فعلا، حلو الواحد يستفيد ويستثمر التكنولوجيا في شيء يفيد المجتمع ويفيد الإنسانية أيضا. ودي أتكلم أيضا معك أستاذة سندس عن الجوائز اللي حصلتي عليها من خلال المبادرات اللي قاعد تقدمينها. ولله الحمد، من أكثر الجوائز اللي أفخر أن أنا مثلت دولة الكويت فيها وسام دول مجلس التعاون الخليجي، كان العمل الشبابي الإبداعي في 2019، وجائزة التميز لعام 2017، ومثلت الكويت في شهر فبراير، كان عندنا مؤتمر الشباب العربي الأوروبي لوضع السياسات الشبابية، كان في تونس، وعرضت فيها تجربة الكويت للسياسات الشبابية. بالنسبة لي جدا سعدت لما عرضت هذه التجربة على الوفد الفرنسي، انصدموا من الكم الهائل للدعم الشبابي في السياسة الشبابية الكويتية عندنا. وطبعا كنت من صاغوا السياسات حق عام 2020، وحاولت كثر ما أقدر أدخل الموضوع التكنولوجي كذلك في السياسات كطرق للتواصل وغيرها من الأمور. نعم، ما شاء الله عليك أستاذة سندس، يعني هذا المجهود الكبير، ودولة الكويت تفتخر في شباب الكويت، ودائما في دعم كبير للشباب حتى من قبل حضرة صاحب السمو اللي يشجع دائما بأن يكون في مبادرات هناك ودعم للشباب الكويتي. شنو إن شاء الله خططك المستقبلية؟ أنا أودي دائما التركيز في هذا الموضوع، خصوصا بما أننا إحنا في ظل هذه الأوضاع مع انتشار فيروس كورونا. في شيء قريب إن شاء الله ودش تعلنين عنه؟ شوفي، خلا في وايد اشياء طبعا اكيد، لكن ما راح اعلن عنها كثر ما راح اقول ان كورونا انسايت ما كانت فكرتها بس كورونا، البدايه هي الكورونا. لابد ان يكون عندنا استثمار للعلم الجديد اللي هو علم البيانات والذكاء الاصطناعي في الكويت، علشان هذا العلم هو نقدر نستخدمه باكثر من طريقه. نعم. ممكن نحل فيها مشكله الزحمه، ممكن نحل فيها وايد مشاكل. نعم. خلا اقول لك شغله، أساساً بدول العالم كلها يقولش لما يحدث أي مشكلة. نعم. سواء كانت المشكلة وباء أو غيرها من الأمور. نعم. ينقسم الناس حق قسمين، القسم الأول يحاول أنه هو يتفادى كل اللي قاعد يسمعه ويقعد في البيت. نعم. القسم الثاني، إنزين طبعاً القسم الأول يحاول ينطر الفاكسين، ينطر اللقاح من دول برا. نعم. القسم الثاني يسعى أنه هو يلاقي هذا اللقاح. نعم. ويستثمر العلم اللي عنده، لأن التكنولوجيا نجحت أن هي تحدد موقعنا بالعالم. صح. الحين هذا الميدان، الحين دورنا نحدد مكاننا بالعالم. نعم. صح. فعلا من خلال الإنجازات الكويتية وإحنا نفخر بأبنائنا وعيال الكويت دائما قول وفعل. شكرا لك أستاذة سندس الفارسي، نورتينا في شاي الضحى. شكرا لك، مكملين معاكم، خلكم معنا لا تبعدوا، راجع لكم في شاي الضحى.